السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا شباب، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله تكونوا بخير باذن الله وفي احسن حال وفي احسن صحه. النهارده الفيديو النهارده عشان نبقى سريعين جدا عشان كتير من الناس قالت لنا انت بتطول قوي بتطول الفيديو، احنا ما مش هنقعد نسمع النص ساعه دي. فده ملخص سريع جدا عن السكن، الناس اللي جايه دبي او جايه ابو ظبي او جايه مكان، او الناس اللي بتفكر ان هي تنتقل للامارات وتجيب اهلها معاها وتشوف السكن الشرنج والقصه دي. في الفيديو ده هيفيدكم جدا ان شاء الله. اول حاجه هنتكلم عن السبسكرايب، يا ريت لو عجبك الفيديو ده تعمل سبسكرايب. ونخش تاني في الفيديو، وانا اقول لك اول حاجه بالنسبه للناس اللي بتيجي لوحدها، طبعا في الاول كافراد او كاشخاص ما معهمش عائلتهم وعايزين يسكنوا في دبي، اسعار السكن تتراوح يا شباب في دبي على حسب المكان اللي هتسكن فيه. طبعا ما حدش يقول انا جاي اقعد في اوضه كامله يا شباب، ما فيش حاجه اسمها اوضه كامله يا شباب. اللي هتيجي هنا هتقعد في بارتيشنات، البارتيشنات دي عباره مثلا عن شقه ثلاث اوض كبيره، وكل اوضه منها متقسمه ثلاث اقسام كده، وده اسمه بارتيشن، واللي بينهم ده عازل خشب او عازل بلاكاش ايا كان العازل، تمام؟ وتتشاركون في المطبخ والحمام والقصه دي. والسكن ده بيتراوح على حسب حجم البارتيشن بتاعك، ممكن من 800 ل 1000، ودي اسعاره في دبي من 700 800 ل 1000، وعلى حسب الحجم وعلى حسب الناس اللي في الشقه وعلى حسب عدد الحمامات اللي في الشقه. ده بالنسبه للسكن في دبي. احسن سكن في دبي طبعا لازم تختار سكنك قريب من المترو. ليه من قريب من المترو مروان؟ عشان انت كده هتعمل مقابلات وانترفيوهات، مش هتدفع تكاسي. التكاسي هنا يا جماعه غاليه جدا، يفتح عداد عليك والعداد يبدا من 5 درهم، فانت حرام تدفع كاسي كتير. فانت بتطلع كارت نول من المترو، لو ما شفتش كارت نول انا هسيب لك اللينك في الكومنتات تحت ازاي تطلع كارت نول من المترو. والمناطق الحلوه اللي ممكن تسكن فيها في دبي، منطقة أبو هيل اللي بتوفر فيها كل الخدمات والأكلات المصرية والشعبية والتونسية والجزائرية والمغربية واللبنانية والعراقية وزي ما أنت عايز، وكمان منطقة الرقة برضه ومنطقة النهدة هي بره شوية على حدود الشارقة، بس أنا عشت فيها بصراحة، كانت منطقة هادية جدا وكان كل حاجة متوفرة جنبك. ده بالنسبة للسكن الشيرنج، لكن ده كلامي في دبي. لكن لو أنت رحت الشارقة ممكن تاخد أنت وصاحبك أوضة، انت وصاحبك اوضه تدفعوا كل واحد 800 درهم 900 درهم عادي خالص، مفيش اي مشكله، اوضه كامله، تمام؟ طيب يا مروان، بالنسبه للموضوع بقى، لو انت حابب تاخد اوضه لوحدك في دبي والقصه دي، ده بيتراوح يعني بيختلف من حسب مكان السكن. يعني دبي مش كلها واحد، يعني هتقول لي دبي برشا مش زي دبي النهده، دبي مش عارف ورسان مش زي دبي عند جنب مول دبي، مفيش الكلام ده. مناطق على حسب المناطق بتاعتك. لو هتاخد اوضه لوحدك ممكن تخش الاوضه لوحدك في رينج 1800، مش مفروشه طبعا 1700 والقصه دي، فده يبقى غالي قوي. وانا نصيحتي لكل حد جاي يا جماعه، يبالوا بالبارتيشنات في الاول كده، زينا كاي شباب مخلص جاي للامارات وبيدور على شغل على لقمة رزق، دور على بارتيشن 700 800 وخلاص، وعيش بيه حياتك، تسلم نفسك واصرف على مهلك وخلاص. طيب نخش موضوع مصاريف عشان تقول لك تكلف كام بالظبط. موضوع مصاريف، انت ممكن تمشي امورك 350 درهم في دبي، تمشي امورك ب 350 درهم في دبي. لو انت بقى انسان مقتصد بتجيب لك الفرخه وتطبخها وتقسمها على يومين والرز بتاعك والقصه بتاعتك دي، 350 كحاجه كويسه جدا. لو انت ممكن تروق على نفسك شويه تخش في 500 درهم، يبقى انت كده زي الفل 100 100. لو انت زودت يبقى انت مبذر في اول 3 شهور عشان انت لسه ما قبضتش ولسه بتدور على شغل ولسه كحيان يا معلم. طيب لو دخلنا بقى على سكن الشارقه، زي ما قلت لكم الشارقه بتقل شويه، الشارقه في المصاريف في اسعار السكن بتقل شويه، زي ما قلت لكم ممكن تاخدوا اوضه كامله انت وصاحبك كل واحد في 750 او 800. الحاجه الثانيه اللي عايز اتكلم فيها، لو انت في ابو ظبي برضه نفس الاسعار هناك، البارتيشنات ب 700 و800 نفس القصه نفس الدنيا، مش هقول لكم حاجه جديده. في ابو ظبي هي نفس قصه دبي، عشان ناس كتير بتقول فاكر ان ابو ظبي اغلى بكتير يا معلم، والبارتيشن ب 1200 1300، مفيش الكلام ده خالص. البارتيشن هناك برضه هنا في عندنا في ابو ظبي 700 و800، ممكن تاخد استوديو انت وصاحبك ب 2000 استوديو كامل، اللي هو انت عندك حمامك وعندك اوضتك وعندك الدنيا دي. دي ما انصحش بيها يا جماعه، الاستوديو اكتر من 3 اشخاص، لازم يكونوا شخصين بس، شخصين متوافقين في العقل والراي وكل حاجه، تمام؟ طيب والسكن بقى، السكن بقى العائلي بقى، خش على العائلي. لو حد بقى عايز يجيب زوجته او حد عايز يجيب زوجته وبنته، زوجته وابنه، اي حد كده معاه. طيب انت محتاج تاخد اقل حاجه، مثلا لو انت في دبي هتروح الشارقه وعجمان مبدئيا كده، ما ينفعش تقعد في دبي. عايز تقعد في دبي، هتقعد في استوديو وهتدفع لك مبلغ ويقدره 2500 3000. لكن لو خدت في الشارقه، الشارقه ممكن تاخد لك
اوضه اوضتين ومطبخ وصاله وحمام ممكن يخش لك في 2500 3000 على حسب السكن والبنايه والقصه دي. لكن لو خدت اوضه واحده ومطبخ وصاله وحمام ممكن تخش لك في قصه لو مش مفروش، بتكلم مش مفروش انا ماشي، ب 1800 ب 2000 درهم. عجمان بقى ممكن تاخد في السنه ب 28000 اوضه واحده ومطبخ وصاله وحمام في مكان نظيف، 28000 30000 في القصه دي. ويا جماعه الاسعار دي برضو ممكن تخش على ماركت بليس او تخش على تطبيق اسمه مرجان وتشوف اسعار البنايات واسعار الشقق واسعار الاوض واسعار البرشينات كلها في دبي والشارقه في اي مكان. يعني ده دي حاجه هنا اهو، تخش على جوجل اكتب مثلا سكن شيرنج دبي، هتلاقي عند 60 واحد بكل الاشكال بكل الالوان بكل المقاسات بكل الاشخاص الموجودين هناك. عايز سكن عائلي دبي، هتشوف السكن العائلي في دبي وهتشوف اسعاره وكل حاجه. يعني اكتب على جوجل بس كده هتلاقي كل حاجه عندك موجوده. لكن الفيديو ده عشان تبقى عارف الدنيا ماشيه ازاي. برضه السكن هنا في ابو ظبي، لو عايز تسكن في ابو ظبي، طبعا السكن في ابو ظبي يعني لو تاخد اوضه ومطبخ وصاله وحمام ده هيكلفك غير مفروش 3000 درهم مينيمم لو انت في قلب ابو ظبي. لو انت بره ابو ظبي ممكن اقل، يعني زي ما قلت لكم المدينه تختلف عن اطراف المدينه. وده كان ملخص بسيط جدا العيشه في دبي والسكن والحاجات دي ممكن تختارها. ودايما لما تختار يا شباب اختاروا جنب مثلا اللولو. اللولو ده عشان اقول لكم هو يعني هو الروح بتاعنا كلنا هنا بصراحه، هو الحياه بتاعتنا كلنا هنا. عشان اللولو ده تقريبا من ارخص الاماكن وحاجته كويسه ونظيفه و يلا ريسبكت ثينج يعني تمام. ولما تختاروا برضه الاماكن اختاروها جنب الباصات وجنب محطات الاتوبيسات قصدي والحاجات دي، علشان وجنب المترو في دبي علشان ما تزهقوش من المواصلات وما تتعبوش وما تصرفوش كتير. واول ما توصل دبي طبعا لازم تطلعوا كارت النول يا جماعه، عشان كارت النول ده تركب بيه كل الباصات وبتركب بيه المترو. وهنا في ابو ظبي برضه في كارت زي كارت النول في دبي، لكن هو اسمه كارت حافلتي، ممكن تشترك بيه ب 80 درهم طول الشهر تركب زي ما انت عايز يا معلم، صبح ليل نهار مساء في اي مكان في اي يوم في اي زمان 60 مره في اليوم مش مشكله. هو 80 درهم هتدفعهم اشتراك، لكن ده هيستخدم داخل ابو ظبي مدينه ابو ظبي. لكن لو طلعت العين هتدفع اشتراك، لو طلعت دبي هتدفع مثلا 25 درهم والقصه دي تمام. ايه تاني عشان ننجز بس، ايه تاني الاكل والمصاريف يا شباب. الاكل والمصاريف لو انت لوحدك قلت لك من 350 ل 500 درهم دول هيكفوك جدا هيكفوك جدا واكتر من كده انت مبذر حتى لو بتقبض. طيب لو انا مروان جبت معايا اهلي وعيلتي الاكل هيبقى ازاي؟ هقول لك انت وعيلتك لو انت ناس كويسه وتمام وعايشين بالود والاحترام يبقى 700 درهم هتكفيكم، والله 700 درهم هتكفيكم 100 100. لكن لو انت عايز تروع الدنيا خالص وتاكل كل يوم لحمه وسمك وفراخ هي 1000 درهم هتظبطوا دنيتكم خالص والدنيا تبقى تمام وروعة. وبص بطنك هتبقى قد كده يعني مش هقول لك. يعني دي المصاريف دي الدنيا. العين بقى ارخص شويه طبعا، العين ارخص بكتير. يعني العين ممكن تاخد شقه اوضه بيت ما فيش شقه هناك، بيت اوضتين ومطبخ صاله حمام ممكن تلاقيهم حوالي 2000 درهم 2000 ونص على حسب البيت والمكان والدنيا دي. لكن ده ملخص اكتر يعني ده تقريبا ملخص السكن اللي موجود هنا في الامارات. يا رب يا رب يا رب الفيديو ده يكون عجبكم يا شباب. وبالله عليكم لو الفيديو يعني استفدت منه اي حاجه، لو طلعت فيه بمعلومه واحده معلومه قد كده انزل تحت اعمل سبسكرايب يا اخي واعمل لايك للفيديو، خليني اعرف اكمل، خليني احس ان انا بعمل حاجه كويسه والناس تسمعها وتستفيد منها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.